لا نضغط على أولادنا. الدين يدخل بالقناعة ولا يدخل بالقوة. يا سأل السيد المرجع، فسيدنا مطلوب مني أروح إلى حريم جامعة فلان البصرة أيام ما صارت في الظاهرة بالبصرة، وبسطوا طلاب الجامعة وبنات كانين قاعدات بالمرجوحة، تذكروها ذيك الفترة حجيها قديمة. فقلت له سيدنا أنا مطلوب مني، قال لا تدخل إلى الحريم الجامعي. قلت له ليه سيدنا؟ قال احنا ما نريد نجعل الحرم الجامعي حرما يفرض عليه الدين، خلي شبابنا يجوك لك، انت اللي تروح. اخشى بس تروح يقول فرض علينا الدين. شوف هذا تفكير مرجع، قال لا تروح، اي واخاف تروح ويقولون انه شنو بدت المؤسسة الدينية تتطفل على الحرم الجامعي، فيبقى الحرم الجامعي حرم علمي، حرم علمي بامتياز. كلمة الدكتور كانت رائعة، وجاء الشباب إلى هذا المكان طوعا لا كراهية. طبعا هذا مهم، أما كراهية ما نقدر. لا يدخل الدين بالعصا، اعلموا ما ممكن للدين أن يدخل بالعصا. إذا استعملنا منطق العصا إحنا فاشلين، حتى ويا أولادي، حتى في بيتي.